سيدي جلال في مواجهة سيدي إبراهيم بالظبط زي ما انتم شايفين كده. هذه مسجد سيدي إبراهيم في مواجهته سيدي جلال مباشرة. وادي الميضة هناك اهي، وادي سيدي جلال الدين الكرك، عشان يبقى جاي عارف بالظبط سيدي جلال فين بالظبط من مسجد سيدي إبراهيم. مقام العارف بالله سيدي أحمد جلال الدين الكرك رضي الله عنه، وصاحب كتاب لسان التعريف بحال الولي الشريف اللي بيتكلم فيه عن سيدي إبراهيم الجسور رضي الله عنه. نسب سيدي جلال ينتهي للإمام الحسن، وأحفاده كانوا مشايخ جامع سيدي إبراهيم، وكان في منهم اللي بندفن في مسجد سيدي إبراهيم الجسور. لا في المسجد، لكن مش مع الضريح نفسه. Thank you.